تكملة لنفس الموضوع أرحب بالأستاذة الدكتورة شافية دحى مخلوفي من الجزائر الشقيقة، أستاذة في الطب المفاصل والعظام، رئيسة قسم المفاصل والعظام المستشفى الجامعي محمد الأمين، ونائبة رئيس الرابطة الجزائرية ضد أمراض الروماتيزم، الذي سوف تحدثنا عن التكملة اللي تفضل فيه دكتور نزار. ما علاقة الإجهاض المتكرر وعيادة الروماتيزم؟ إحنا أطباء الروماتيزم شو لنا علاقة بأمراض النساء؟ ما هي الفحوصات لتشخيص متلازمة الفوسفوليبيد اللي هو أنتي فوسفوليبيد سيندروم اللي هي لها علاقة بالطرح المتكرر؟ تفضلي دكتورة شافية، مشكورة. مساء الخير، أهلا وسهلا بالجميع. في بداية هذا اللقاء أود أن أتقدم بجزيل الشكر والامتنان لكل منظمي هذه الحصة والقائمين عليها وكل من ساهم في إنجاحها سواء من قريب أو من بعيد. في هذه الأمسية سنحاول الإجابة على الأسئلة التالية: ما علاقة الإجهاض المتكرر وعيادة الروماتيزم؟ ثم ما هي الفحوصات لتشخيص متلازمة الضاد الفوسفوليبيد؟ أولاً، ما هي متلازمة الضاد الفوسفوليبيد؟ وهي مرض مزمن ينتمي إلى الأمراض المناعة الذاتية، حيث ينتج الجهاز المناعي أجساماً مضادة ضد الفوسفوليبيدات المتواجدة على مستوى أنسجة الجسم، مؤدية بذلك إلى تخثر شديد في الدم، ثم إلى انسدادات في الأوعية الدموية، وكذلك إلى أعراض عديدة أهمها الإجهاض المتكرر. قد تكون متلازمة الضاد الفوسفوليبيد أولية أو ثانوية. الأولية وهي التي لا ترتبط بأي مرض آخر أو حالة ما، إنما تنشأ لوحدها. والثانوية وهي التي تنشأ بجانب اضطراب مناعي آخر مثل الذئبة الحمراء. هنا معطيات إحصائية. متلازمة الضاد الفوسفوليبيد وهي مرض نادر، حسب المعطيات الإحصائية 6% من الإجهاضات المتكررة عند المرأة مرتبطة بهذا المرض. متلازمة الفوسفوليبيد الأولية هي الحالة الأكثر شيوعاً، أما الثانوية فهي تخص في أغلبية الأحيان الذئبة الحمراء بنسبة تساوي 36%. كيف تنشأ متلازمة الضاد الفوسفوليبيد؟ آلية حدوث هذا المرض جد معقدة، سنحاول تبسيطها من خلال هذه الشريحة. في المرحلة الأولى يتم تفعيل وتنشيط الخلايا المناعية الالتهابية، حيث تفرز أجساماً مضادة. تقوم هذه الأخيرة بمهاجمة الفوسفوليبيدات المتواجدة على مستوى أغشية خلايا الجسم، خلايا المشيمة بالأخص، وخلايا الأوعية الدموية كذلك، مما يؤدي إلى تخثر الدم وانسداد في الأوعية الدموية، وبالتالي توقف تدفق الدم لتغذية مختلف خلايا الجسم. ما هو السبب؟ وما هي العوامل التي تزيد في خطورة الإصابة؟ السبب غير معروف، ولكن هناك عوامل التي تزيد في خطر التجلطات الدموية وبالتالي الإصابة بهذا المرض. هناك أمراض روماتيزمية، مثلا مرض الذئبة الحمراء، التهاب المفاصل الروماتويدي روماتويد أرثرايتس، متلازمة الجوهران جوهران سيندروم، تصلب الجلد سكليرودرميا، مرض البهجت بيست سيندروم، التهاب الأمعاء أو كوليت انفلاماتوري بويل، كذلك مرض التهاب العضلي أو ميوزيتيس، وبعض الحالات كالحمل، كتناول الأدوية المحتوية على الهرمون الأستروجين مثل حبوب منع الحمل، وكذلك حالات أخرى مثل ارتفاع ضغط الدم، التدخين، الجراحة، السمنة.
ما هي أعراض متلازمة الفوسفوليبيد؟ إن الأعراض مختلفة تتسبب متلازمة الفوسفوليبيد في عدة أعراض، أهمها الأعراض العظمية كالتهاب المفاصل والألم في المفاصل، نخر العظمي، وكذلك تسبب هذا المرض يسبب إجهاض متكرر، نمو بطيء للجنين، وكذلك مشاكل كالولادة قبل الأوان وتسمم الحمل. وهكذا يوضح لنا العلاقة بين هذا المرض الذي يسبب إجهاض متكرر وعيادة الروماتيزم. وهكذا نجيب على السؤال الأول لهذا الطرح. أما الأعراض الأخرى وهي جلطات دموية خاصة السقين، وكذلك جلطات جلدية مثل تقرحات الجلد، تزرق شبكي، وكذلك هناك أعراض أخرى ولكن نادرة وهي تمس بالقلب مثلا، تلف مثلا نبوات قلبية، إصابة شريان القلب، ارتفاع ضغط الدم، وهناك كذلك شرائح أخرى، أعراض أخرى مثلا السكتة الدماغية، أعراض دموية مثل فقر الدم، أو أعراض تمس بالجهاز العظمي مثلا تضخم الطحال، أو أعراض الكلى مثلا قصور كلوي، أو أعراض أخرى تمس بأمراض العيون أو أمراض رئوية مثل ضيق التنفس. كيف يتم تشخيص متلازمة الفوسفوليبيد؟ أو ما هي الفحوصات اللازمة لتشخيص متلازمة الفوسفوليبيد؟ التشخيص يتطلب وجود عنصرين مهمين: وجود تجلطات أو إجهاضات سابقة مثلا، عند استجواب المريضة نجد أنها تعرضت إلى تجلطات أو إجهاضات متكررة في السابق. أما العنصر الثاني فهو لابد من تحاليل مخبرية معينة المتمثلة في تحاليل تكشف عن وجود أجسام مضادة للفوسفوليبيد، أهمها مضادات الكارديوليبين وكذلك البروتين السكري بيتا 2 أو جليكوبروتين بيتا 2. وهناك شرط مهم لتشخيص هذا المرض وهو بقاء هذه الأضداد في الدم لمدة 3 أشهر على الأقل. إذن ما هو العلاج؟ هدف العلاج وهو التقليل من حدوث تخثر الدم وبالتالي منع الجلطات والإجهاضات المتكررة، وذلك يتم باستخدام الأدوية المميعة للدم كالأسبرين والهيبارين والورفارين إلى غير ذلك، وهذا يتم تحت إشراف طبي. ثم ما هي التدابير المستوجبة على المرأة الحامل؟ يجب على المرأة التي تود الإنجاب وتم تشخيصها بمتلازمة أضداد الفوسفوليبيد أن تستشير الطبيب بالبداية بالوقاية والعلاج من التخثر الدموي لتتمكن من الحمل بسهولة ودون مواجهة أي مشاكل لها وللجنين، وذلك بمراجعة الطبيب بانتظام. وإن كانت حامل فلا بد من الفحص حالة الجنين بالمواجات فوق الصوتية أو الالتراسونوغرافي للتأكد من سلامة نمو الجنين في رحم الأم، ثم أخذ الأدوية في وقتها. وهنا نقوم بطرح بعض النصائح المفيدة للأشخاص المصابين بمتلازمة أضداد الفوسفوليبيد. يستحسن على المريض الاطلاع على مرضه ومضاعفاته ليتمكن من مواجهة هذا المريض مثل حصة اليوم. ثم لابد على المريض تجنب الإصابة بالميكروبات، وإن كان مريض أو أصيب بميكروب ما لابد من علاجه في أقرب وقت. ثم لابد
على المريض تحديث جدول التطعيم. لابد التطعيم المناسب خاصة في الوقت الحالي مع جائحة الكورونا، وهناك تطعيمات أخرى لابد من القيام بها. ثم تجنب العمليات الجراحية الغير ضرورية دون استشارة الطبيب سوى في الحالات المستعجلة. وكذلك لا بد على المريض أخذ الأدوية المميعة للدم في وقتها وبالكمية الموصوفة من طرف الطبيب، وتجنب إيقافها إلا في الحالات الضرورية وذلك بعد استشارة الطبيب. ثم في حالة ظهور أعراض جديدة لا بد على المريض أن يبلغ الطبيب المعالج في أقرب وقت، ثم إبلاغ أي طبيب كان استشاره بأن هذا المريض مصاب بمتلازمة أضداد الفوسفوليبيد وإنه يعالج بأدوية مميعة للدم. ونختم هذه الحصة بالنصائح التالية: مراجعة الطبيب بانتظام، تجنب أخذ الأدوية دون استشارة الطبيب، تجنب استخدام الأدوية الهرمونية التي تحتوي على الأستروجين خاصة موانع الحمل، اتباع نظام غذائي صحي غني بالخضر والفواكه ومحتوياً على نسبة قليلة من الدهون والسكريات، ممارسة التمارين الرياضية، تجنب النشاطات التي من الممكن أن تؤدي إلى كدمات وبالتالي إلى نزيف، ثم التوقف عن التدخين. وشكراً جزيلاً على الاتباع. شكراً للدكتورة شافية على العرض الواضح الذي مكمل للدكتور نزار، لأنه موضوعين متكاملين أو حول موضوع الحمل والولادة والطرح. أتمنى أن يأتينا أسئلة حول هذا الموضوع في نهاية الحلقة.